هكذا هتف العالم من تونس في أول أيام المنتدى الاجتماعي العالمي، منتدى ما كان ليحط على هذه الأرض لولا ثورة شعبها. جنسيات مختلفة اجتمعت هنا لتبعث للعالم رسالة مفادها معا لبناء عالم جديد. نحن هنا لتجديد أمالنا وعولمة نضالنا. نحن جئنا للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي لكي نوصل رسالة بأن تكون هناك عدالة اجتماعية، وأن تكون الثورات التي وقعت في بعض بلدان المغرب العربي فاتحة خير على هذه الشعوب. نحن هنا لبناء مجتمع منتظم بين شعوب العالم، لهذا جاءت الجمعيات والحركات الاجتماعية والنقابات إلى هذا المنتدى كي تحاول بناء عالم آخر. مسيرة ضخمة جابت شوارع العاصمة، شاركت فيها منظمات وجمعيات عالمية، جاءت احتفاء بالثورة التونسية ودعما لأحقية شعبها في الحرية والكرامة. نحن هنا تضامنا مع شعب تونس وشمال إفريقيا وخاصة ثورة العالم. رسالتنا للتونسيين أن يواصلوا بناء مشروعهم الديمقراطي الذي أصبح مثالا يحتذى به، وأن لا ينتجوا بعد انتخاباتهم نظاما ليبراليا. فنحن جربنا هذا النظام في أوروبا ولا نتمناه للمواطنين التونسيين. On le paye avec l'austérité et je ne souhaite pas ça du tout aux citoyens tunisiens. المنتدى تشارك فيه مئات الجمعيات والمنظمات من تونس، كل حسب مجال تدخله. لنا عديد الورشات في أشغال المنتدى، فضلا عن الخيمة النقبية التي وقع تأثيثها بكل ما يتعلق بالتاريخ النضالي للاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسسه إلى غاية مشاركته في الثورة 14 جانفي المجيدة. سياسيون تونسيون وأجانب حضروا يوم الافتتاح وتظاهروا وسط حشود ورفعوا شعارات مساندة للشعوب المستضعفة. جاي ينقل تحية واحترام مصر لتونس لشعبها وثورتها اللي هتكتمل وشهدائها. بنقل مشاعرنا للشعب التونسي والأسرة الشهيد شكري بالعيد اللي بنعتبره الشهيد للثورة في مصر وتونس، وبشد على إيد تونس العظيمة عشان نكمل ثورتنا في مصر وتونس ضد كل أشكال الاستبداد اللي فرضت علينا بعد ثورتنا العربية الواحدة في البلدين. الرسالة اللي نحب نوجهها من خلال هذا التجمع العالمي الكبير هو أنه ثم عالم آخر ممكن، عالم جديد ممكن، عالم غير استغلال، عالم غير نهب، عالم يتمتع فيه الجميع بحقوقه الأساسية السياسية والاجتماعية والثقافية. لم يخلو المنتدى من الأصوات المعارضة لتنظيمه والمنددة بمشاركة أطراف صهيونية تحت غطاء جمعياتي مموه. نعملوا فوروم اون باراليل، الفوروم هذايا فوروم رجعي بالهيكل نتاعو، بالناس المشرفين عليه، بالمحتويات نتاعو. خدنا معارك التطبيع في سنوات مضت، كنا متسابقين لإجهاض زيارة المجرم شارون في تونس في قمة المعلومات. اليوم معناتها اكتشفنا وجود منظمات وجمعيات صهيونية، لعل أبرزها منظمة حركة ركاح الصهيونية التي تتغلغل داخل جسد هذه الأمة. الافتتاح الرسمي زاوج بين الخطب والموسيقى. وسجل الفقيد شكري بالعيد حضورا بارزا في مداخلات المفتتحين. المناضل البطل شكري بالعيد. اهتمام عالمي متزايد بتونس يتجلى عبر منتديات وملتقيات وتظاهرات كبرى قد تساهم بشكل أو بآخر في دعم الانتقال الديمقراطي.
الثورة التونسية تفتح الباب على مصراعيه للعالم لتجمع مناهضي الليبرالية الجديدة على أنغام هذه الموسيقى ليقولوا بصوت واحد حياة أخرى ممكنة. سليم الحاج إبراهيم، قناة المتوسط، تونس.